السلام عليكم يا ثاني، معكم ديما الضيبان من أكاديمية تلاتيت الذكاء. اليوم إن شاء الله رح نبدأ في أكتب لدرس ما أغلى عيوننا، صفحة 84. صفحة 84 أكتب، نكتب الكلمات الموجودة عندنا على السبورة مع بعض. أول سؤال يدي يحكي لي ألفظ الكلمات الآتية منتبها إلى الحرف المشدد ثم أعيد كتابة الكلمة. أول كلمة عندنا علّم، لاحظ في عندي شدة علّ، احنا قرأنا اللام مرتين علّم، علّم. عد، عد، قرأنا الإل د، جينا كررناها عد. الحرف المشدد عبارة عن حرفين مشددين، الأول ساكن والثاني متحرك بحركة الشدة. جه ها، جه ها ز، جه ها، قرأنا الجيم معها ها ورجعنا كررنا حرف الهاء مرة ثانية. جه ها ز، عد، عد، د. علّم، علّم. نركز على نطق حرف المشدد، نطق الحروف المشددة. نلاحظ إنه بنكرر الحرف مرتين في القراءة. إذا الحرف المشدد، المشدد هو عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك بحركة الشدة. كيف يعني متحرك بحركة الشدة؟ نلاحظ الشدة هاي عليها فتحة، فإذا الحرف الهاء الثاني فتحة، حرف الدال الشدة عليها فتحة، حرف الدال الثاني فتحة، نفس الشيء اللام عليها فتحة وحرف اللام الثاني فتحة، فإذا الأول ساكن والثاني متحرك بحركة الشدة، الأمثلة اللي عندنا اللي مذكورة كلها فتحة، فإذا الأول ساكن والثاني فتحة. طيب بدنا طبعا هو حاط لك خط تحت كل كلمة، الفظ معي لما أنا لفظت ترجع تلفظ معي وبتكتب الكلمات بتكررهم تحت كل كلمة على النقاط اللي محدد لك إياها. السؤال اللي بعده، ضع الشدة والحركة المناسبة فوق الحرف الملون ثم الفظ الكلمات. معلمة، معلي، معلي، فإذا اللام هي المشددة، لاحظ أن اللام ملونة وهون حكي الحروف الملونة هي مشددة، بدنا ننتبه معلي، فإذا عليها شدة تمام، بس شو حركة الشدة؟ معلمة أو معلمة، معلمة، اللام لاحظ إنها كسرة، معلي، معلمة. تذكر، تذكر، لاحظنا ان كررنا حرف الكاف مرتين، تذكر، تذكر، عليها شدة، تذكر، انا لفظت حرف الكاف بفتحة، تذكر، يعني ايش؟ فتحة، تذكر. يحلق، يحلق، يحلي، يحلي، فإذا اللام مرتين، اللام هي المشددة وحركة الشدة أو حركة اللام الثانية يعني يحلي، شو قرأناها؟ لي يعني كسرة، فإذا الشدة وين بنحطها؟ ما بنحطها تحت الحرف، لا بنحطها تحت الشدة، لما يكون في عندي شدة بنحط الكسرة تحتيها، ما بنحط الكسرة تحت الحرف نفسه. معلمة، تذكر، يحلل. طيب السؤال اللي بعديه بيحكي لك استخرج من درس القراءة ثلاث كلمات فيها حرف مشدد
ألفظها ثم أكتبها. تعالوا مع بعض ننتقل لدرس القراءة ونستخرج منه ثلاث كلمات فيها حروف مشددة، ونستخرج كمان السؤال الثاني لأنه طالب مني أستخرج تنوين ضم، تنوين كسر، مقصورة ويا. تعالوا طبعا الكلمات تنتهي بألف مكسورة، الكلمات تنتهي بيا. تعالوا نشوف مع بعض درس اقرأ. استخرج من درس القراءة ثلاث كلمات فيها حرف مشدد والفظها ثم اكتبها. درس القراءة ما أغلى عيوننا. نبدأ من أول إشي، هنا ما عندي شدة، هنا في شدة كلمة الدنيا. الدنيا لفظنا حرف الدال مرتين، الدنيا. وإلى القراءة والكتابة واكتساب المعرفة، هاي ما فيها. وأنت أيها، أيها. كلمة أيها لفظنا الياء مرتين، أيها. فيها يا الضوء بس ما بدنا اياها، بدنا كلمة تعرضهما، تعرضهما. قرأنا الراء مرتين، تعرضهما. استخرج من درس القراءة ما يأتي، كلمة فيها تنوين ضم. نبحث الآن تنوين ضم. غالية، أول كلمة عندي غالية. تنوين كسر، حكينا عنهم بتعب وألم، بدنا نكتب كلمة بتعب وكلمة ألم. الكلمة اللي المطلوب اللي بعدي كلمة تنتهي بألف مقصورة. تعالوا ننتبه هون، كلمة تنتهي بألف مقصورة إلى. إلى هي كلمة تنتهي بألف مقصورة. كلمة تنتهي بياء، كلمة تنتهي بياء. فهي، فهي عندي، في عندي كمان في، تقي. فإذا فهي وكلمة تقي. هاد، واجب. والإملاء المنقول إن شاء الله رح يكون الحصة القادمة. يعطيكم العافية حلوين.